ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وهو الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو، وكذلك تضغطوا على الجرس الموجود تحت الفيديو، هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد من عالم ملاك. وأيضا إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي واحد لايك. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. اليوم جيت نشارك معكم كيفاش نضمص البلاكار ديال الدخلة ديال الدار، البلاكار اللي تقريبا كنحطو فيها الأحذية ديالنا، كنحطو فيها المنطوات، كنستعملوها بزاف يعني قبل ما نخرجوا من الدار أو لا ملي نكونوا داخلين الدار. ولو أن التنظيم اللي درت ليها كان بسيط جدا، ولكن حبيت أنني نبارطاجيه معكم لأن بزاف المشاركات اللي كيطلبوا مني هاد النوع من الفيديوهات. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو، الى بغيتوا نبقى دائما نشارك معكم هذا النوع من الفيديوهات، خليونا نوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، ويلا نبداو الفيديو. كما كتشاهدوا هنايا هذا محل دولاراما، راه معروف هنايا في كندا، وتقدروا تلقاو فيه اشياء زوينه للتنظيم، وكذلك فيه الماعن، فيه مجموعه من الاشياء باثمنه اللي هي جد رخيصه. فانا توجهت ليه صراحه باش ناخذ الاشياء اللي غادي نضم بهم هذا البلاكار هذه، يعني باش ناخذهم بواحد الثمن اللي هو رخيص نوعا ما. كما كتشاهدوا هنايا يعني كنت غادي ندير لكم صراحه تور في المحل كله هكا باش تاخذوا فكره عن الاشياء اللي موجوده فيه، ولكن الهاتف ديالي ديشارج لي صراحه، يعني ما قدرتش انني نصور لكم جميع الاشياء اللي فيه. صراحه فيه اشياء اللي هي جميله، والناس اللي عايشين هنايا راه عارفين باللي فيه اشياء رخيصه، وتقدروا تلقاو اشياء اللي هي زوينه بزاف. كما كتشاهدوا هاد الشيء هادي فيها اشياء ديال التنظيم. كما كتشاهدوا هاد الاشياء، هاد السلات هادو اللي نقدروا نضموا بهم المطبخ، وكذلك هادو اللي نقدروا نديروا فيهم البلاطويات او الطباسل. وصافي هنا غادي تسالي الجوله ديالنا في محل دولاراما. هنايا ملي رجعت للدار كما كتشاهدوا هادو هما المشتريات اللي خديتهم باش نضم البلاكار. خديت هاد لي باسكيت هادو اللي كانوا بثمن رخيص بزاف، كانوا تقريبا بدولار 25، يعني رخيص بزاف، تقريبا 10 دراهم تقريبا مغربيه. وخديت هاد العلاقات هادو اللي غادي نعلق فيهم السوارت واشياء اللي غادي تشاهدوها. خديت هادوك التيكيات هادوك اللي غادي نكتب فيهم، وخديت هذه اللي كيمسحوا بها المونتو، وخديت كذلك هذه حتى هي اللي كنمسحوا بها المونتوات والسراول وداكشي. خديت هذا السطل هذا ولا شنو سميتو، مهم واخا هو ما خاصش بهاد الاشياء هذه، ولكن انا قلت لي ما لا غادي نوظفو نحط فيه المظل. وخديت كما شفتوا الرفوف اللي غادي نوضع فيهم احذيه ديالنا، وكذلك خديت العلاقات. غادي نوريكم دابا البلاكار قبل ما قمت بتنظيمها كيفاش كانت دايره. ايه فوالا، كيما شفتوا هذا هو التنظيم اللي كان عندي قبل. فوالا كيما شفتوا يعني داكشي مرون. ما منظمش نهائيا صراحه، ما كانش تنظيم باللي سكننا تقريبا، وانا المونطويات تقريبا اللي كنخرج بهم كنحطهم تمايا، ما حيدت حتى شي حاجه منها. يعني ملي كنخرج ونبدل المونطويات سواء انا سواء الزوج ديالي سواء وليداتي، كلشي كنخليه تما، حتى الاحذيه كذلك ما نحيدش الاحذيه اللي ماناش نستعملوهم. المدلات هكاك، الكاشنيات والشابوات كانوا محطوطين بشكل عشوائي، دونك ما كانتش منظمه نهائيا وما كانتش عجباني.
والناس اللي متابعيني عارفين باللي انا يلاه سكنت يعني يلاه راني نقاد شويه بشويه في الدار. وكما كتشاهدوا هادو هما الرفوف اللي خديتهم باش ندير فيهم صبابط. كما كتشاهدوا الحمد لله كانوا ساهلين يعني في التصايب، ما خداوليش بزاف ديال الوقت، وصراحه يعني كانوا سوليد وبثمن اللي هو رخيص جدا. ومهم عجبوني هكا باش ننظم فيهم غير الاحذيه، يعني ماشي كوشي الاحذيه، هادو نحطو فيهم غير الاحذيه اللي ملي نكونوا خارجين نلبسوهم، مثلا داك النهار كنا غادي نلبسوهم، وملي ندخلو تاني نحطو فيهم الاحذيه ديالنا. وصايبتها بسرعه كما كتشاهدوا. وهنايا خديت هاد لي باني هادو اولا العلب المنظمه كما شفتوا، وغادي ندير فيهم تيكيات يعني بالاشياء اللي انا غادي نحطهم، يعني غادي نكتب في هذيك التيكيه هذيك غادي نكتب الاشياء اللي انا غادي نحط في هاد لي باني هادو اولا هاد المنظمات هادو. وكما شفتوا جا الشكل ديالهم جميل. وهنا غادي نبدا ننظم. بالنسبه لهاد الباني الاولى فانا وضعت فيها هادوك هذاك الجلد اللي حنا كنلبسوه ملي كتكون الشتاء، وضعت فيها وحده وضعت فيها شابوات ديالنا وديال وليداتنا يعني اللي كنلبسوهم حاليا، وحده وضعت فيها الليكات وحده وضعت فيها الكاشنيات. هنا كما كتشاهدوا كنقوم بافراغ جميع الاشياء اللي كاينه في البلاكار، ومن بعد وضعت هذيك الحماله ديال الاحذيه كما شفتوا، وهذاك الدلو اولا هذاك السطل اللي خديته فانا وضعت فيه المظلات. ودابا غادي ندير واحد المعطر اللي غادي نحطه في هذيك البلاكار، غادي نصايبو بيكربونات الصودا كما شفتوا هنايا. انا خديت بيكربونات الصودا وضفت عليه ملعقه صغيره ديال زيوت الاساس بالرائحه اللي بغيتو، الزيوت المعطره طبيعه الحال. وغادي نوضعهم في هذا الكويس هذا اللي انا كنت خديته حتى هو بثمن دولار واحد من محلات دولار تري، هو خاص بالشموع وانا درته هكا كمعطر باش يضيف لي رائحه البلاكار ديالي، لان فيها الاحذيه وراكو عارفين يعني ما خصش تبقى فيها شي ريحه كريهه. صراحه هذا المعطر رائع جدا، حاولوا انكم ديروه، وخا ديروه غير في كؤوس عاديه وتحطوه في لي بلاكار ديالكم فهو كيعطي رائحه منعشه وكيدوم واحد الفتره طويله. وكما شفتوا هذا هو التنظيم يعني اللي درتو البلاكار ديالي، فهو كان تنظيم بسيط جدا وباشياء اللي هي بسيطه وجد رخيصه، يعني هذا هو الاهم في هذا الشيء كامل، ان هاد الاشياء كاملين خديتهم ثمن اللي هو قليل بزاف، يعني ثمن اللي هو رخيص جدا. ونظموا لي البلاكار بواحد الشكل يعني ولو كما قلت لكم بسيط، ولكن كل شيء منظم. غادي تشوفوا الفرق، يعني فرق كبير، فرق شاسع، يعني كل شيء جا منظم وكل شيء جا في بلاصتو. وهادو هما لي بانيي كما شفتوا، نظمتهم بهذا الشكل اللي هو راقي صراحه، وكلشي غادي يكون حدانا. يعني دائما الشابوات كنبغيوهم يكونوا في غير حدانا ملي نجيو نخرجوا، سورتو اننا في فصل الشتاء دابا البرد ضروري ما نديرو يعني الشابوات والليغويات. وهذا هو الشكل النهائي، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم.
هنا كما كتشاهدوا درت السوارات وسكامان ديالي وحطيت هادوك اللي كان مسحوا بهم هكا المونطو. هنا كما شفتوا هاد السطل هذا اللي عجبتني الفكره صراحه اللي وضعت فيه انا المظلات. صراحه هاد المظلات ماشي هما كاملين اللي عندنا، راهم كاينين شي مظلات اللي انا خليناهم في الطوموبيل لان كانت الشتا. وهنايا كما شفتوا انا نظمت كما قلت لكم الكاشنيات والشابوات والليغات بما اننا في فصل الشتاء، وكذلك هذوك اللي كنلبسوهم ملي كيكون مطر يعني جلد باش ما نفسكوش حويجاتنا. وهذا هو الشكل ديالو، يعني استسمح لان البلاكر ما يقدرش يتحل كامل، يعني كنت تقدروا تشوفوا الشكل ديالو كامل، فهو جا جد منظم. بالنسبه للمونطوات فانا خليت المونطوات غير اللي نحتاجوهم، يعني اللي غادي نبقى ندير غير المونطوات اللي رانا غادي نلبسوهم في هذاك اليوم واللي ما نحتاجوهمش، كل شيء درتهم في البلاكارات ديالنا. وكذلك الاحذيه غير اللي كنحتاجوهم وكنلبسوهم يعني بصفه يوميه، وكل مره نبقى نغير يعني على حسب شنو بغينا نلبسو شنو غادي نرتديو هذاك اليوم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان هذا الفيديو يكون كان خفيف عليكم وخديتو ولو فكره بسيطه على التنظيم، فتنظيمي يعني كان بسيط، والاهم في هذا الشيء كما قلت لكم انه كان بثمن اللي هو رخيص جدا. ما تنساوش خليو لي اكبر عدد من اللايكات باش تشجعوني دائما ندير لكم مجموعه من الفيديوهات، وما نعكسش انني نحط لكم فيديوهات دائما. نقول لكم باي باي ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي باي، بسلامه.